ازيكم؟ يبدو ان في ناس بتنقل حياتها لفلوريدا الفتره دي، عايزين يعيشوا في الولايه المشرقه. النهارده هقول لكم ايه الاسباب اللي بتخلي الناس عايزين يروحوا يعيشوا في فلوريدا، وليه المكان ده فظيع بالشكل ده. من ناحية السكان هي تالت أكبر ولاية في أمريكا، فيها 21 مليون نسمة. الولاية دي قايمة على السياحة والنقل والزراعة. الولاية دي فيها رابع أكبر اقتصاد في أمريكا، فيها شواطئ جميلة، جواها دافي وجميل، والمكان ده بيختاروا الناس اللي بتطلع عن معاش عشان ينقلوا حياتهم هناك، يستجموا ويهيصوا ويكملوا بقية عمرهم هناك. شوفوا الأسباب اللي أنا قلتها دي، في أسباب تانية كتير، بس مثلا الجو الدافي، الناس بتنقل حياتها لفلوريدا عشان الجو الدافي ده، الأيام المشمسة اللي مش موجودة في أي مكان تاني في أمريكا. هي أدفى ولاية، ومفيش أي استغراب طبعا إن الناس بتحب تروح هناك في الشتاء، وده عشان الصيف بيكون حر بزيادة. هي جنة استوائية، اللي هيروح لها في الشتاء هيقع في حبها لما تبقى كل أمريكا برد، بس نادرا لما تلاقي تلج في فلوريدا. من 365 يوم في السنة في 200 يوم فيهم شمس طالعة، وعشان كده بيسموها الولاية المشرقة. لو عايز تقعد طول اليوم على الشط، على البحر او في البسين، تبقى فلوريدا هي مكانك. اهم حاجه ما تنساش الهات بتاعتك والنضاره والصن بلوك بتاعك، وهتقضي ايام جميله. ايه احلى من لما الشمس تلسوعك على قفاك على شط ابيض والميه نقيه ونظيفه في فلوريدا؟ مفيش. اميال من الخط الساحلي، فيها اجمل واروع الشواطئ في امريكا كلها. ظبط بس الكرسي بتاعك وقضي احلى وقت على البحر. شواطئ كتير قوي، زي مثلا جزيره سانيبال او سانيبال ايلاند، دي على الساحل الغربي لفلوريدا. دور بقى على القواقع والصدف، المياه هناك دافيه، ده خليج المكسيك. في الشاطئ الوهمي ده مش هتصدق نفسك. ممكن تروح شاطئ سياستا كي، على رمله عامله زي الكريستال والمياه لونها فيروزي، واحد من افضل الشواطئ في امريكا كلها، جنه لازم تتزار. ما ننساش طبعا ساوث بيتش، الشاطئ ده مشهور قوي قوي في ميامي، وده معروف عند العالم كله مش في امريكا بس. مشهور بالنايت لايف، ومشهور كمان بالتسوق في المنطقه دي. في كمان شاطئ اسمه كلير ووتر بيتش، يعني من اسمه باين ان المياه نقيه، واحد من افضل الشواطئ اللي فيها رمله بيضاء في امريكا. المياه الهاديه اللي فيه دي بتجذب الاف الزوار كل سنه، وده عشان الباراسيلينج والبادل بوردينج اللي هناك. كمان في شاطئ نابولي، عشان تستمتع بغروب الشمس اللي مفيش زيه، وصيد السمك بروقان، ملاعب الجولف العظيمه. الشواطئ دي سبب من اسباب ان الناس تنقل حياتها في فلوريدا، يعني كده عندنا الشمس والشواطئ. بس ممكن حد ما يبقاش ليه اصلا في الشواطئ، ملوش في الزروطه، يبقى عندك كلمتين. ديزني وورلد، ديزني وورلد موجودة في أورلاندو، وأورلاندو هي مدينة موجودة جوه فلوريدا، واحدة من أشهر المعالم السياحية أو الأماكن اللي بيروحها السياح في العالم كله، هي أشهرهم أصلاً. لو أنت عندك أطفال أو أنت في طفل جواك، يبقى المكان ده بتاعك. أصلاً سكان فلوريدا بياخدوا خصم لما بييجوا يدخلوا ديزني وورلد أصلاً، عشان أنت إحنا جيران يعني مع بعضينا، فأنت ليك الحق إنك أنت يتخصم لك من تذكرتك شوية. لو بتحب ديزني يبقى أنت لازم تعيش في فلوريدا. ممكن كمان تروح يونيفرسال أورلاندو، ودي برضو موجودة في أورلاندو اللي هي موجودة في فلوريدا. العب واصرخ واضحك مع أكبر الشخصيات اللي في التلفزيون وفي الأفلام. ده منتجع اسمه يونيفرسال أورلاندو، ده موجود فيه 3 حدائق ترفيهية وهمية والووتر بارك. الحلو في المنتجع ده ان هو بيقدم حاجات ترفيهيه، وفي تسوق، وفي مطاعم، والمطاعم دي موجوده في يونيفرسال سيتي ووك، ده غير اماكن الاقامه اللي موجوده جوه المنتجع ده عشان تناسب اي ميزانيه. في العاب كتير بقى جوه، اللي هو تقدر تطير مع هاري بوتر، تتمرجح في الشوارع مع سبايدر مان، ومغامرات كتير ما تتنسيش. انتوا عارفين ان فلوريدا ما فيهاش ضريبه على الدخل، والموضوع ده مخلي ناس تانية خالص غير اللي بيحبوا البحر واللي طلع على المعاش والحاجات دي كلها، ان هم ينقلوا حياتهم في فلوريدا عشان لما يقبضوا فلوس ما يدفعوش ضرائب ويقدروا يحوشوا اكتر، فدخلهم بدل ما هو قد كده بقى قد كده. فلوريدا من احلى الاماكن في امريكا اللي الواحد ممكن يقضي فيها اجازته، كمان سهله في المصاريف. لو بتسالوا عن تكلفه المعيشه في فلوريدا هقول لكم التكلفه فيها اقل بواحد بس في المية من المتوسط الوطني في امريكا، وده حسب كلام مؤشر المعيشه الامريكي. وعشان الولايه دي كبيره قوي قوي، الاسعار هتختلف من مدينه للتانية. يعني ممكن مدينة في فلوريدا تبقى أعلى من المتوسط بتاع أمريكا كلها، ومدينة تانية برضو في فلوريدا أقل من المتوسط بتاع أمريكا. تعالوا مثلا ناخد مدينة في فلوريدا زي أورلاندو، نشوف الأسعار فيها عاملة إزاي. لو أسرة من 4 أفراد هتصرف في الشهر حوالي 3200 دولار، ده من غير الإيجار. لو واحد عايش لوحده هيتكلف حوالي 900 دولار في الشهر، ده برضو غير الإيجار. طب بالنسبة للإيجار، لو شقة أوضة وصالة بره السيتي سنتر، يعني مش في الحتة الزحمة الهايصة الغالية،
هتتكلف من 1100 ل 1200 دولار في الشهر، ده الايجار. انما لو شقه اوضه وصاله في السيتي سنتر يعني في قلب المدينه هتتكلف 1500 دولار في الشهر. لو شقه 3 اوض بره السنتر 2500 دولار في الشهر. شقه 3 اوض بعيد عن السنتر هتبقى ب 1700 او ب 1800 في الشهر. لو بتشوفونا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه او تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، وتعالوا نكمل الفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده ل 50000 لايك، ف شد حيلكم عشان انا بتشجع كده. طبعا انا نفسي اقول لكم متوسط المرتبات بتاع كل الوظائف اللي موجوده في فلوريدا، بس هنقلكم كام شغلانه كده عشان تعرفوا الدنيا عامله ازاي وتقدروا تتخيلوا معايا المقارنه المرتب بالاسعار والتكاليف. المحاسبين بياخدوا في المتوسط 52000 دولار في السنه. طبعا ممكن حد يبقى بياخد اكتر من كده وحد بياخد اقل من كده، ده المتوسط. الاي تي 50000 دولار في السنة. الممرضين حوالي 60000 دولار في السنة. موظفين خدمة العملاء 33000 دولار في السنة. لو بروجكت مانجر هياخد 71000 دولار في السنة. ان حد يعيش في فلوريدا دي حاجة رهيبة، وحتى تقرير اللي عملوه يو اس نيوز بيثبت كده. في تصنيف الولايات الامريكية كلها هي جايبة الترتيب العاشر. اتحسنت السنة دي عن سنة 2019 لما كان في مركز 13، وده في جوانب كتير من الحياة، زي مثلا الرعاية الصحية، التعليم، الاقتصاد، البنية التحتية، الطبيعة، وحاجات تانية كتير. في التقرير ده كان المركز الاول واشنطن، وفي المركز التاني مينيسوتا، والتالت كان يوتا. في فئة التعليم فلوريدا خدت المركز الاول، وده في معدل التخرج من المدرسة الثانوية بنسبة 86%. لو قارناها بالمتوسط بتاع امريكا، الولايات كلها اللي في امريكا، المتوسط في امريكا هو 85%، يعني فرق 1% بس هي اعلى منهم. بس بعد ما قلنا الكلام ده كله، ايه هي الاماكن اللي في فلوريدا الواحد يتبسط قوي في المعيشه فيها؟ ايه احلى الاماكن اللي موجوده في فلوريدا؟ هقول لكم اربع مدن من اجمل واحلى مدن فلوريدا. اول حاجه اورلاندو. اورلاندو فيها احلى حاجه في فلوريدا، من تكلفه معقوله في المعيشه، فيها مناطق جذب كتير زي ما قلنا كده، ديزني وورلد. اورلاندو هي عاصمه الملاهي في العالم، ديزني بقى وسي وورلد كمان، منتجع يونيفرسال، واماكن تانية كتير. نظام التعليم فيها جميل، وسائل المواصلات فيها مريحه وحلوه ومنظمه، بتروح كل الاماكن اللي في المدينه بشكل جميل. بيقول لك اصعب حاجه انت ممكن تواجهها وانت موجود في اورلاندو او انت عايش في اورلاندو هو انت هتختار انهي فريق تشجعه، دي اصعب حاجه. بعد كده مدينة تامبا، فيها أكتر من 350 ألف ساكن. تامبا هي واحدة من أكبر المدن في فلوريدا، ممتازة للعائلات وكمان ممتازة للناس اللي عايشين لوحدهم. ليه بقى؟ عشان فيها مدارس مستواها عالي قوي، أدائها كويس، بنية تحتية ممتازة، رعاية صحية حلوة، شركات كتير، متاجر كتير جوه تامبا. تامبا تعتبر واحدة من المدن اللي موجودة في فلوريدا اللي مقللة نسبة البطالة في فلوريدا كلها، فيها وظائف كتير لأن فيها شركات كتير، وكمان تكلفة المعيشة فيها أقل بالنسبة لباقي مدن فلوريدا. بعد كده مدينة تالاهاسي، تخيلوا ان دي عاصمة الولاية، مش واخدة اهتمام زي اورلاندو وميامي، بس بجد المفروض تاخد شوية اهتمام. دي فيها جامعة ولاية فلوريدا، وفيها جامعة فلوريدا A&M، فيها 190 ألف ساكن مبسوطين، مبسوطين بتكلفة المعيشة والأسعار، أسعار الإيجار حلوة، وفي نفس الوقت وسائل النقل العام بتاعتهم حلوة ومريحة ومنظمة وبتروح في كل حتة، شغالة لحد نص الليل وشغالة في الويك إندز كمان، فيها متاحف وجناين جميلة، فيها مهرجانات سنوية وفيها مطاعم، فأرجوكوا زوروا المدينة دي عشان هي فعلا تستاهل كده. آخر حاجة هي ميامي. حلمت قبل كده انك انت تروح ساوث بيتش؟ تخيل انك انت تقدر تروح ساوث بيتش في اي يوم انت عايزه. ده من اهم الاسباب الواحد ممكن ينقل حياته كلها في ميامي، بس ده مش السبب الوحيد. مدينه فيها حياه وروح، فيها ثقافه حلوه كده، فيها الوان وتنوع واختلاف، فيها مطاعم فيها مزيج من اي اكل انت ممكن تتخيله من اي مطبخ في العالم. اوبشنز الترفيه كتير، السكان والزوار بيحبوها جدا، شواطئ جميله ونظيفه وجو دافي في اي وقت في السنه. بعد ما قلنا الحاجات الحلوه دي كلها، اكيد بقى في عيوب. من العيوب ان في اخر كام سنه الناس بدات كتير يعني ينقلوا يعيشوا في فلوريدا، فالدنيا بقت زحمه قوي، وده مأثر بقى على زحمه الطريق، زحمه المولات، زحمه المطاعم، وفي اماكن تانية كتير وبالذات في ميامي. تاني عيب هو الجو في الصيف. انا طبعا عمال اقول لكم عن قد ايه الجو حلو في الشتاء، ما جبتش سيره الصيف، بس الصيف جحيم، بالذات أربع فصول في السنة، الرطوبة عالية بطريقة فظيعة، الصبح وبالليل لازم تكييف، وبتمطر كتير قوي في الصيف، مش مطر عادي لا، ده رعد وبرق، رياح جامدة وأعاصير كتير، ساعات كتير بتبقى الأعاصير دي خطيرة جدا، وساعات بسبب الأعاصير الكهرباء بتقطع بالأيام، ولو مش عاملين حسابكم في جنريتور أو في خزان فيه مية أو أكل مثلا تخزنوه، فأنتوا هتقعدوا أيام من غير لا كهرباء ولا مية ولا أكل. تالت حاجة هي المناطق زي ميامي بيتش مثلا، المنطقة دي
عندي غالية جدا في الإيجار، إنما في الأماكن التانية كانت الأسعار عادية بالنسبة لهم. رابع عيب هو إن الأكل في المطاعم غالي جدا، حتى لو المطعم ده نص نص وأكله مش حلو أصلا برضه هيبقى غالي، وده أكيد عشان إيجار المحل أصلا غالي، وعشان كتير الأكل ما بيبقاش حلو. يعني أنا هدفع فلوس كتير والأكل مش حلو فالناس ما بتروحش، فالمحلات دي بتقفل. فقبل ما تدخلوا أي مطعم في فلوريدا بصوا على الريفيوز في جوجل مثلا، جوجل مابس بيكتبوا الريفيوز، اقروا الريفيوز كده إذا كان الناس عجبها المكان ده قبل كده ولا. آخر عيب في فلوريدا هو إن هي بعيدة جدا عن باقي الولايات، هي موجودة في جنوب شرق أمريكا. أيا كان وسيلة المواصلات اللي هتسافروا بيها فلوريدا فهي بعيدة، طيارة، أوتوبيس، عربيتك، أي حاجة بعيد. يعني مثلا طيارة من فلوريدا لكاليفورنيا 5 ساعات، كل ده في بلد واحدة. آخر عيب هو البوليس، الناس مش حاسين بتواجده أصلا، كأنه مش مهتم بحاجة. يعني لو حاجة حصلت قدام حد ضابط مثلا معدي في الشارع ولا كأن حاجة حصلت، لو عربية مثلا قافلة الشارع فبيعدي جنبها ولا كأن في أي حاجة. أنا مبسوط أوي إن أنا عملت الحلقة دي عن فلوريدا، عجبني المكان من قبل ما أزوره. فلو أي حد موجود في فلوريدا شايف حاجة أنا لسه ما قلتهاش أو نسيت أقولها، ياريت تكتبوها لنا في الكومنتات عشان الناس تستفيد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا لايك للبيج وسبسكرايب لليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاية من بسوات.